الآن معهم وهم محكومون بين 10 سنوات و3 سنوات ظلما، ونحن الآن لازلنا على العهد معهم ومع جميع المعتقلين نطالب بالإفراج عن المساجين. إن التهم الموجهة لهم باطلة، فهم والله أبرياء مما ينسبون إليهم، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. أبرياء 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 أبرياء، يشهد رب السماء بالعز والكبرياء. أنتم للعزة عنوان، مهما داهموا المنازل مهما تقلوا فهم واهمون. ارفعوا أصواتكم، لن تنفع المداهمة، لن تنفع.